مشاهدي الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. الباكوت من الفنون التقليدية العمانية القديمة التي في طريقها إلى الانقراض، وهو من الفنون الآسيو عمانية الوافدة من آسيا. الباكوت من الفنون التي تتميز به ولايتي صحار وصحم في منطقة الباطنة دون غيرهما من الولايات العمانية، وهو فن من فنون السمر والتسلية عند الرجال في الوقت السابق. أما هذه الأيام فإنه يقام في مناسبات الأعراس في معظم الأحيان. فن الباكوت يقام في هيئتين، الباكوت عرائس وقد تكلمنا عنه في حلقة سابقة، والباكوت تمثيل هو موضوع حديثنا لهذه الليلة. الباكوت تمثيل هو في حقيقته صورة مبسطة للصراع بين الخير والشر وبين الإنسان والحيوان، أي أن الباكوت تمثيل يعتبر من جذور الدراما في عمان، فهو يمثل قصة هزلية مضحكة ولكنها في نفس الوقت تجسد ذلك الصراع الأبدي بين الخير والشر، وربما يستفيد منها في النهاية ذلك الشخص المتعمق لمغزى هذه القصة الهزلية المضحكة. يكون السامرون في فن الباكوت تمثيل يتصدرها العقيد المغني، وبجانبه ضارب آلات الإيقاع الطبل الرحماني والطبل الكاسر والدف الصغير ذا الجلاجل والتنك أو فيما يسمى الباتو. وقد يكون هذا الباتو صينية معدنية تضرب بعصاتين رفيعتين، فيصدر عنها صوت معدني مميز هو نفس ذلك الصوت المعدني الذي يصدر عن التنك، الذي هو عبارة عن صفيحة زيت فارغة تثنى من وسطها. مشاهدي الكرام، ومن ولاية صحار نشاهد لقطة من فن الباكوت